الله يعطيكم العافية جميع. أنا ما أدري من وصاني منكم وقال خلي النتائج بسرعة نعلنها. طيب خلونا نعلن النتيجة، ولكن قبل أن نعلن النتيجة ودنا نسمع كلمة من أعضاء لجنة التحكيم في هذه اللحظة اللي تشوفون نجومكم يتواجدون على المسرح النهائي. أبدأ معك يا أبو فارس. الحقيقة اليوم كنا نتناقش في جزئيات معينة من المسابقة، من اللي فاز، ليش فاز، وما اللي طلع وليش طلع، وكل هذه حاجات يعني علمية، سواء يعني اللي أجاج واجتهد وقدم يعني أداءات يعني ترتكز على فهم لروح البرنامج ولمعطيات النجاح واللي قدمت. على كل حال الجزئية دي يمكن مهمتي، لكن في جزئية معينة أحب أركز عليها. أحيانا في مثل الحالة هذه، طبعا المسابقات كلها صممت على أساس شخص واحد هو اللي يفوز يأخذ المركز الأول. الشخص أخذ المركز الأول يجتمع عنده حظ وطبعا جدارة. هذا مو الشيء اللي أنا أتكلم عنه، أتكلم عن الأشخاص اللي ما حالفوا الحظ أنهم يأخذون المركز الأول ولا الثاني ربما ولا الثالث. هذا يدخل الشخص بعد الجزئية هذه في حالة إحباط، الشخص اللي ما عنده يعني ممارسة ولا يعرف يعني تبعات الأمور، يعتقد أنه يدخل في حالة إحباط أني كنت سيء ولا ما لي حظ ولا، هذه ما لها علاقة. فيه مسابقات فازوا فيها ناس في المركز الأول واختفوا، وفيه ناس كانوا معهم في المركز الثالث الرابع والخامس، ما شاء الله تبارك الرحمن ماسكين الساحة الآن. فأنتوا قدمتوا عليكم الأهم في هذا كل الحضور، هذا المنافسة الشريفة، معرفتكم زملائكم اللي معكم، الفوز مرحلة بسيطة يعني، لكن النجاح مستمر. وفيه دائما مقولة يقولون ربما وصول القمة يعني بسيط، لكن البقاء عليها صعب جدا. يا سلام. فعلى كل حال كلكم تملون العيون ما شاء الله تبارك الرحمن كلكم. أنا أقولها بكل يعني بكل ثقة، أنا على كثر البرامج اللي اشتركت فيها والله ما جاني قوة في المتسابقين مثل البرنامج هذا. يا سلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، أسماء يعني جديرة منها توصل الحلقة النهائية. حلفكم التوفيق إن شاء الله، كلكم فائزين في عيوننا، في عيون المتابعين، في عيون أهلكم حتى الموجودين. الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية أبو فارس، كلام كبير من الأستاذ شايع العيافي. الدكتور فيصل. أنا حقيقة سعدت كثيرا بهذه القامات اللي أنا أعتقد وأنتم واقفين أمامي إنه في يوم من الأيام حشوفهم نجوم، إن لم يكونوا كلهم فنصفهم، أنا أتوقع كذا، لأنه إذا استمر الواحد فيهم سيصل زي ما قال وسيثبت. لكن أنا نصيحتي الأخيرة للمجموعة الثمانية اللي قدامي، إذا كنتم من أهل الرياض فأنا أوجه لهم دعوة بإقامة دورة مجانية لكم. بيض الله وجهك. يستاهلون. الله يعطيك العافية. الله يبيض وجهك. حتى تكون منشر وتكون إنسان فاهم وعالم وعارف، حددوا اليوم اللي تبغونه، أنا أجيكم من جدة وأقدم لكم دورة كاملة في الحقيبة التدريبية اللي أنا أقدمها في المراكز والمعاهد وأدرسها، وكل واحد منكم له حقيبة يعرف المقامات ومصطلحاتها ومسمياتها وفروعها وأداءها وأدواتها وورشة عمل كاملة تأخذها مني، وحددوا اليوم ترتبوا مع بعض وأنا بين يدك. الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا لك وبيض الله وجهك. حسين البيد أبو سالم. أنا ما راح أطول عليهم، هذول أخواني كلهم اللي طلعوا والتسعة اللي موجودين. إحنا النصايح قلت حنا نستمدها منهم، قلتهم خبرة ما شاء الله تبارك الله، والربع كفوا وفوا. أنا عندي لهم خدمة زي ما بقدمها لحمد بقدمها لكلهم، اللي شارك واللي ما شارك، اللي تأهل واللي ما تأهل. معروف أنت تعرف السلطان في شركات اللي هي إدارة المحتوى في اليوتيوب والسوشيال ميديا. يا سلام عقود. الله الله. طبعا هذه الشركات أول شرط عندهم لقناتها في اليوتيوب 100,000 وفوق، عندك 90,000 ما بحيث يديرون، لأن عندهم عليها موظفين ورواتب وكذا. أنا بالإجماع اللي حاب المجال اللي هو فيه وبيهتم فيه له مني إنهم يوقعون معه عقد إدارة محتوى. إدارة محتوى. بيض الله وجهك يا أبو سالم.
كلهم اللي شارك واللي من طرفهم اللي ابد مرحبا وسهلا مهم حصورة على احد. الله يعطيكم العافيه وبيض الله وجيهكم وجه. شكرا لكم جميع مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصلنا واياكم الى لحظات الحسم، الى اللحظه الاخيره